أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله من الذين لا إله إلا هو القيوم أستغفر الله من الذين لا إله إلا هو القيوم أستغفر الله من الذين لا إله إلا هو القيوم أستغفر الله من الذين لا إله إلا هو القيوم أستغفر الله من الذين لا إله إلا هو القيوم أستغفر الله من الذين لا إله إلا هو القيوم أستغفر الله من الذين لا إله إلا هو القيوم أستغفر الله من الذين لا إله إلا هو القيوم أستغفر الله من الذين لا إله إلا هو القيوم صلى الله على سيدنا لا اله الا هو قيوم صلى الله على سيدنا لا اله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما إلى سراط المستقيم وعلى آله حق قدره لا إله إلا الله وصلي على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق على سراط المستقيم وعلى آله حق قدره لا إله إلا الله وصلي على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق على سراط المستقيم وعلى آله حق قدره لا إله إلا الله وصلي على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناس الى اخر الاخلاق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناس الى اخر الاخلاق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناس الى اخر الاخلاق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق الناس الى اخر الاخلاق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره العظيم اللهم لا اله الا الله 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 لا محمد رسول الله عليه السلام اللهم صل وسلم على عين رحمه ربانيه وياخذ المراهقه لا عين مرقد القران ونور الاقوال وكفر العالمين صاحب الاخر اباني اربع الاسامي من اباي ما ليات يقول من اخر من امر والاوالي ونور كلام الله ولا دنيا كون خلائد من غير مكان اللهم صل وسلم على عين الاخي الذي تدعي لها من عروش اخائك المعارف لك ومن صلاتك الدامر السمع اللهم صل وسلم على صلاة الاخي بلاخيك وصلاة العظيم افادتك من كهلك يا نور متسم صلى الله عليه وعلى اله صلاة تعرفنا بها يا اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية وليأخذ من حقيقة عائلة مرض الفن والمعاني ونور الأقوال من رحمة الآدمي صاحب الأخي رباني أربع خلاصات من أربعي ما ليأتي لكل مزارد من أبر والأواني ونور الكلام الذي ملا أملي كونك الحيث من مكان يا اللهم صل وسلم على عين الأخي الذي تتيلا صراطك الدامر السم اللهم صل وسلم على صلاة الأخي بأخي كزرع ونور كلام الذي ما لا تغني كونك لا يدعو من المكان اللهم صل وسلم على عين الاخ الذي تتيلا من عرش اخائك المعارفك ومن صراطك التامر السمع اللهم صل وسلم على قراءه الاخ بلاخك انت الاعظم صفاتك منك اليك نور متسم صلى الله عليه وعلى آلي صلاة تعرفنا بها يا اللهم صل وسلم على عين رحمة ربانية ولياقوتة متحققة عائزة مركز الكون والمعاني ونور الأكوان مدخلة الآدمي صاحب راك رباني
أربع من الأسر المسلم أبائي ما ليأتي بكل مصارين من أبر والأواني فنريك من الزيب لا تمني كونك العين من أجل مكان على أمسل وسلم على أجل قدني نبي الله من أرشا خيك المعرف لكم سادقة من أسكم اللهم صل وسلم على فلاد الأقبل أخيك أزل عزمين إفالة الحمد لك يا نظر بسم آلي صلاة تعرفنا بآلي اللهم صل وسلم على عين رحمت أباري أزولي أخوة المتاخية الحائدة لمركز المحمود اللهم صل وسلم على فلاد الاقبلك الحمد العظيم افادتك من اليك يا رب النور المتصل صلى الله عليه وعلى اله صلاه تعرفنا بها يا اللهم صل وسلم على عين رحمه ربانيه والياخذ لمتاخذه رايته مركز الفنون العالي ونور الاقوال من غير العالم صلاه رباني آلي صلاة تعرفنا بها يا الله صل وسلم على عين رحمة جبالي وليأخذ لمداققتي آيدا لمركز الفم والمالي ونور الأقوان مدرمت الآدمي صاحب رأي رباني أرباقي لا صاحب سنة أبائي ما ليأتي بكل مصار من أبر والأواني ونور كلام الذي ملك لي كونك الحي يمكن أن المكان يا الله صل وسلم على عين الأخير الذي تتجلى من أوشاقك المالك لكم سائقة من السم اللهم صل وسلم على فلاد الأقبلك كنز العقم سفارتك منك إليك يا رب نور مدسم صلى الله عليه وعلى آله صلاة تعرفنا بها يا الله ولك توسل على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 آمين